أعزائي المشاهدين، أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، أسعد الله مساءكم بكل خير. ضمن ندوات التربوي السوري في مادة الرياضيات نكمل في سلسلة هذه الندوات المتعلقة بالبحث الوحدة الثاني في الجزء الأول في حل بعض التمارين. ونرحب بضيوف الندوة أستاذ شهادة الرشي، أهلا وسهلا فيك، موجه في دمشق، أهلا وسهلا فيك. أستاذ هيثم خلان، مدرس في دمشق، أهلا وسهلا فيك. أعزائي الطلاب، كنا في ندوة سابقة قد حللنا بعض التمارين أو بعض الأسئلة حول هذه الوحدة، وسوف نكمل في حل بعضها الآخر. نحاول في كل مرة أن نحل بعض الأسئلة التي تتعلق بشكلها بالامتحانات، بمفهوم الأساسي لإيجاد النهايات، كيفية استخدام برهان مثل برهان الإحاطة في إيجاد نهاية، كيفية إيجاد نهاية تابع مركب وما شابه. الهدف منها توضيح بعض الأفكار الأساسية في كتابنا وفي وحدتنا. دعونا أولا نذهب مباشرة إلى حل بعض التمارين. في عنا تمرين فينا ناخذ نصه عن طريق الكمبيوتر مباشرة. اف تابع يحقق ما يعني ان التابع اف اكس محصور بين تابعين. الاف اكس محصور بين التابع الصغير هو 3 اكس زائد كوساين اكس على اكس، والتابع الاكبر منه هو 3 اكس زائد 7 على اكس ناقص 1. اي في صفحة 46 فينا ناخذه مباشرة. فين نكتب أستاذ هيثم؟ نعم تمام. إذا اف اكس، إذا اف اكس أصغر أو يساوي، أصغر أو يساوي 3 اكس زائد 7 على اكس ناقص 1، على اكس ناقص 1 و 3 اكس زائد كوساين اكس، نعم، على اكس. علما أن اكس أكبر من الواحد، ما نهاية اف اكس عند الزائد؟ لا نهاية. بداية أستاذ شحادي، ما هي مبرهنة الإحاطة قبل استخدام حل هذا التمرين؟ أولا بالنسبة لمبرهنة الإحاطة يجب أن يكون لدينا تابع Fx محصور بين تابعين Gx و Hx. فالآن إذا نأخذ ثلاث حالات في لهية، الحالة الأولى إذا كانت محصورة بين تابعين Gx و Hx وكانت كلا من نهاية Gx التابع الأول والتابع الثاني لهما نفس النهاية، فعندئذ تكون نهاية تابعنا Fx تساوي هذه النهاية. تمام. الآن الحالة الثانية، إذا كان Fx أكبر من Gx وكانت نهاية Gx عندما x على الزائد لا نهاية أكبر زائد لا نهاية، فقلنا Fx زائد لا نهاية. بمختصر إذا التابع صغير يسعى للزائد لا نهاية فالأكبر منه يسعى للزائد. وإذا كان كمان أيضا أصغر منه يسعى للناقص هنا فأصغر من الناقص لا نهاية كمان يسعى للناقص لا نهاية. هذا بشكل عام هي مبرهنين. في عنا بعد مبرهنين انه قيمة مطلقة لها fx ناقص ال، نعم، اذا اصغر من gx و gx تساوي صفر. نعم. هذا شكل اخر للمبرهنين الاول. في عنا شكلين، الشكل اللي يمكن بيعتمدوا عليه طلابنا اكثر هو الشكل اللي حاليا رح نتعامل معه. تمام. فينا نحل استاذ هيثم بهذا التمرين. اذا لدينا fx محصور ما بين 3x زائد 7 على x ناقص 1 و 3x زائد كوساين x على x. نعم. وهون لحتى تطبق الإحاطة لازم نجيب نهاية التابع الأول اللي رح نسميه مثلا اتش اكس اللي هو 3 اكس زائد 7 على اكس ناقص 1. إذا سأوجد نهاية هذا التابع عند اللانهاية، وهذا تابع كسري بسطه ومقامه كثيري حدود فتكون نهايته 3. إذا الحد المسيطر بالبسط على الحد المسيطر في المقام. إذا هنا استخدمنا قاعدة إنه كثير حدود على كثير حدود. نعم. فالحد المسيطر على حد مسيطر بما أنه النهاية عند الزائد لا نهاية. نعم. أما بالنسبة للتابع Gx سأسميه Gx الذي هو 3x زائد كوساين x على x، هنا لا يمكن أن أقول أنه تابع كسري بسطه ومقامه كثيري حدود، والسبب هو وجود تابع كوساين x. فينا قبل ما ناخذ نهايته لنشوف كيف انا. نعم، لان كوساين اكس ليس له نهايه عند اللانهايه، فانا مضطر ان استخدم هنا ايضا مبرهنه الاحاطه. تمام. في عندنا اتصال من وعد من دمشق. بنتي وعد، تفضلي.
معاذ. يا معاذ هلا، يعطيك العافيه. الله يعافيك. هلا يا معاذ. هلا الله متابع جزء الصحيح بزكاتك، بدي اياه تشرح لنا اياه شوي. ارجع عدلي. تابع جزء الصحيح. تابع الجزء الصحيح. تكرم عيونك. بتمرين 30 و31. ايه الجزء الصحيح تمرين 30. خلينا ناخذ تمرين 30. ايه تمام. تمرين هلا مثلا احنا بس بدنا نعلل، ضروري نحط حسب مبرهنات الاحاطه. هلا مجرد استخدامك لها بشكل صحيح معناتها انت ذكرت انه حسب الاحاطه. الاستخدام الصحيح مبرهنة الاحاطه ما في داعي لاقول بحسب مبرهنة الاحاطه، فقط استخدامها بشكل جيد، يعني اللي بيعطيني النهايه بالاخير بطريقه باستخدام مبرهنة الاحاطه. فينا نكفي استاذ هيثم؟ نعم. اذا التابع جي اكس ساستخدم مبرهنة الاحاطه لكون الوسط وجود فيه كوساين اكس. نبدا بكوساين اكس ونحن نعلم انها محصوره ما بين الناقص واحد والواحد، وأحاول أن أحصر التابع جي إكس بأن أضيف للأطراف 3 إكس وهنا أيضا 3 إكس ونقسم على إكس، ونعلم أن إكس أكبر من الواحد أي إكس لا يساوي الصفر، فيمكن قسمة الأطراف على العدد الموجب إكس. إن نحن هنا لم نستطع مباشرة إيجاد نهاية. نعم. بسبب أنه ليس كثير حدودها كثير حدود. نعم. وجود كوساين إكس، ونعلم أن كوساين إكس ليس له نهاية عند النهاية كونه تابع دوري. نعم. تمام. وبالتالي وفي لبرهان مثل ساين إكس أو بالاعتماد على ساين إكس. نعم. المثال الموجود بالكتاب أنه ليس لها دوري، ليس لها إحاطة. نحن نستخدم إحاطة. إذن ولأن نهاية 3 إكس ناقص واحد على إكس عندما إكس تسعى على الزائد لا نهاية تساوي 3 بنفس السبب السابق في الطرف اتش إكس، وأيضا نهاية 3 إكس زائد واحد على إكس عندما إكس تسعى إلى الزائد لا نهاية أيضا 3. هنا نجد أن نهاية جي إكس، هذا سميناه جي إكس عند اللانهاية يساوي 3، وذلك حسب مبرهنة الإحاطة. أعتقد واضح. تمام. إذن بالعودة إلى التابع الأساسي Fx، فإن 3x زائد 7 على x ناقص 1 نهايته 3 عند الزائد لانهاية، وأيضا حسب الإحاطة وجدنا أن نهاية الجي عند اللانهاية أيضا 3. إذن يمكن أن نستنتج مرة ثانية أن نهاية Fx عندما x تسعى إلى الزائد لا نهاية هي 3 حسب الإحاطة مرة ثانية. تمام. إذن هنا استخدمنا الإحاطة لمرتين، مرة طبقناها على التابع جيل الذي هو 3x زائد كوساين x على x، ومرة على التابع الأساسي F المطلوب حساب نهايته. تمام. إذا هنا نحن قمنا باستخدام إحاطة ولمرتين متتاليتين، فلذلك كان عندنا حل نهاية اليمين طلع 3 واليسار طلع 3، فنهاية نعم. FX يساوي 3 بسبب الإحاطة. هل من الضروري ذكر نص المبرهنة؟ فينا نرفع بس الحل شوي مشان ينشاف على ينشاف بشكل جيد. إذا بشكل عام هذا الحل أصبح نهاية FX يساوي 3. فينا ناخذ مباشرة التمرين اللي انطلب منا تبع الجزء الصحيح. هلا اخذه هو نصه موجود امامنا كمان على 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 الكمبيوتر مباشرة. تمام. اذا يرمز اي اكس الى الجزء الصحيح للعدد الحقيقي اكس ليكن اف التابع المعرف على المجال من 0 ل 2 اف اكس يساوي اكس ناقص اي اكس. ارسم الخط البياني التابع اف على المجال من 0 ل 2، هل اف مستمر على المجال من 0 ل 2؟ في مسبقا نحن نحاول نطلب طلب انه اكتب بدون استخدام اي اكس التابع. حاول نكتب جاهز بس يناقشوا الاستاذ. فينا نناقشه بس مسبقا قبل ما نناقش. استاذ شحادي متابع الجزء الصحيح فينا ناخذ بس ما هو تعريفه كتعريف؟ تابع الجزء الصحيح. هلا طبعا حسب المجال هن بالنسبه لنا نحن اذا مجال عندنا مثلا نفس التابع لنحكي فيه نحن. إيه؟
كجزء صحيح هلق مثلا اذا قلنا الجزء الصحيح ل 3.4 3 هو طبعا 3 اذا كيفيه اخذ الجزء الصحيح اذا اكس تنتمي لمجال 0 1 او مجال اكس 1 اكس 2 تاخذ اكس يساوي اكس 1 تمام هلق هاي فينا ناخذه بس تعريف استاذ فينا نذكر ما ياتي نعم تابع الجزء الصحيح اي اكس اي اكس التعريف اذا يوجد عدد صحيح إن نعم. نحقق من أجل أي عدد حقيقي X نعم. يحقق الخاصة التالية المفيدة هنا N وهنا N ناقص واحد إيه؟ هذا ال N يسمى تابع خلينا بالعكس خلينا نأخذ N و N زائد واحد مشان نعم يمكن كتابتها هي بالشكل N زائد واحد أكبر يساوي N زائد N وأصغر يساوي N زائد واحد نعم مشان ناخذ حسب تعريف الكتاب مباشرة نعم, نعم. هنا إن تمام فتابع الجزء الصحيح لإي إكس ماذا لإي إكس ما هو إذا كمثال عليه ممكن مثلا 3.9 وهو ليس تقريب إذا تابع الجزء الصحيح ليس تقريب يعني هنا ليس 4 الجزء الصحيح أن أقطع الجزء الصحيح من العدد أي هي 3 وهذا العدد الناتج سيكون محققا للمتراجحة تمام إذا ولو كان مثلا ناقص 2.9 تمام فتابع الجزء فالقيمة هنا ستكون ناقص 3 لأنه أصغر من تمام يعني بدنا عدد أصغر في إذا كتعريف للجزء هو العدد الصحيح الأصغر أو يساوي ذلك العدد الجزء العدد الصحيح الذي أصغر يساوي والذي محصور بين العدد محصور بينه وبين العدد الصحيح زائد واحد نعم. إذن بهذا الشكل في أنا اتصال من حمزي ابن حمزي ألو تفضل يا حمزي يعطيكم عافية الله عافيك هلا حمزي ذكرتكم بس بدي حل سؤال 38 صفحة 76 الله يشفيكم خير 38 صفحة 76 المسألة الأخيرة تمام المسألة الأخيرة هي ما هيك؟ نعم المسألة الأخيرة؟ إيه المسألة الأخيرة تمام إن شاء الله أخير يا إذا الجزء الصحيح قلنا ناقص 2.9 هي ناقص 3 هو أول عدد صحيح أصغر منه أصغر أو يساوي نعم. أصغر أو يساوي إذا هي حل التمرين نحن فينا ناخذه نشرف بس عرضوا على الأوفرهيد تمام خلينا نذكر نص التمرين يرمز اي اكس الى الجزء الصحيح للعدد الحقيقي اكس وليكن اف التابع المعرف على المجال من الصفر الى 2 اف اكس يساوي معرف الصفر الى 2 اكس ناقص اي اكس من الصفر المغلق الى 2 المغلق الى 2 المغلق نعم فطلب الأول أرسم الخط البيان التابع مسبقا قبل رسم الخط البيان التابع نريد أن نكتب التابع EX بدون عفوا FX بدون EX دون استخدام نعم. صيغة التابع الجزء الصحيح إذا قسمنا المجال من الصفر لاثنين المغلق إلى مجالين اللي هني من الصفر المغلق إلى الواحد والمجال الثاني وهو من الواحد إلى اثنين مفتوح وهنا لأن المجال مغلق فأخذنا بشكل خاص x يساوي 2 إذا لماذا أخذنا المجال من الواحد من الواحد من الصفر للواحد والواحد مفتوح بين الصفر نعم المغلق نعم حسب تعريف تابع الجزء الصحيح نعم. فلازم تكون المسافة واحد تمام. المحصورة بين مثل ما شفنا هلا محصور بين x و x ناقص واحد تمام إذا قسمنا المجال إلى مجالات طولها واحد على المجال الأول من الصفر للواحد نجد أن أي قيمة من هذا المجال مثلا لو افترضنا 0.5 جزءها الصحيح 0 نعم. إذن لذلك هذا التابع FX سيأخذ الشكل X ناقص 0 إذن X تمام وعلى المجال الثاني من الواحد إلى 2 أيضا أي قيمة من هذا المجال مثل 1.5 فيكون جزءها الصحيح هو واحد وسيكون FX هو X ناقص واحد ملاحظة بس مسبقا عم يطرح الأستاذ هيثم المثال فقط للتوضيح لماذا نحن نأخذ أنه قيمة الجزء الصحيح له هي تساوي الواحد بينما خلينا نأخذ أنه أيا كان X محصور بين الواحد نعم. والاثنين
المجال مفتوح عند اثنين، فان اكس محصور بين عددين صحيحين هما الواحد والاثنين، اذا اكبر يساوي واحد واصغر تماما اثنين، وبالتالي الجزء الصحيح هو الواحد. اذا حققنا التعريف، حققنا التعريف تمام. وبقي عند الاثنين، ما هو الجزء الصحيح للعدد الصحيح؟ الاثنين نفسها اثنين، اذا لانه عدد صحيح فالجزء الصحيح هو نفسه اثنين ناقص اثنين صفر. اذا كتبنا التابع بشكل مستقل عن تابع الجزء الصحيح، وهنا بإمكاني أرسم الجزء الأول منه وهو المستقيم y يساوي x قطعة على المجال قطعة نعم من الصفر إلى الواحد. إذا عند الصفر مغلق، عند الواحد مفتوح، وعند الواحد مفتوح نعم. أشرنا لها بدائرة مفتوحة. هلق هو تابع تآلفي من الدرجة الأولى نعم. بدلالة x f x يساوي x نعم. وبالتالي هو جزء من نصف من خط مستقيم، هو قطعة ربع الأول من نصف ربع الأول، وهي قطعة مستقيمة تبدأ بالنقطة صفر صفر وتنتهي بالنقطة واحد واحد ما عدا نعم. نعم. إذن وبنفس الطريقة الجزء الثاني وهو اف اكس يساوي اكس ناقص واحد على المجال من الواحد لاثنين، أيضا قطعة مستقيمة توازي كون الميل نفسه توازي الجزء الأول اللي رسمناه تمام. وأخيرا عندي x يساوي 2 0 وهي النقطة التي فاصلتها 2 وترتيبها 0 تمام، نقطة وحيدة. هلا قبل ما نكفي حل التمرين في عنا اتصال من قمر، بنتي قمر يعطيك العافية. الله يعافيك، هلا يا قمر. بس عندي ثلاث أسئلة بدي أعطيك. يلا تكرم عيونك. هلا أول سؤال عن المتتاليات. المتتاليات نعم. وقت بدي أنجز جهة اضطراب تابع. إيه. هلا في عنا نحن ثلاث طرق. نعم. هلا انا كيف بدي اعرف اي طريقه بدي استخدم؟ تمام، هلا بنذكر هاي الفكره، الطرق المستخدمه في ايجاد اضطراب متتالي. نعم. وبالمبرهنه الاحاطه نعم، هلا كمان في عندنا ثلاث مبرهنه 1 و2 و3 تمام. انا وقت بدي حل بدي اكتب لهم باستخدام مبرهنه الاحاطه ولا انه بدي احدد المبرهنه 1 و2؟ بنتي هلا يمكن اني ذكرت مباشره قبل شوي انه الاستخدام الصحيح لاي مبرهنه دون ذكر النص، بس الاستخدام الصحيح يكفي لانه نعطي درجتها كامله. يعني طبعا ما راح اقول انه خلينا نقول درجه، راح تجي انه اذا كتبتي بحسب الاحاطه هذه ليست هنا الدرجه، درجه على الاستخدام الصحيح للاحاطه تمام. هيك ماشي، اكتبي حسب الاحاطه معلش، اكتبي حسب الاحاطه ايا كان، بس المهم انها تجي صحيحه صح. يعني ليش داعي نحدد مبرهنه واحد؟ لا 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 لا، نحن مش هدفنا انه الواحد يحفظ بصم الاشياء ويحفظها بترتيبها وكذا، هدفنا كيفيه استخدامها، مهارات الاستخدام نعم. انه وقت هلا انا بيكون عندي كسر نعم، بدي قارنه بعدد. انا هون ما عم بعرف اشتغل هاي بالمقارنه، بدي قارنه للصفر او مع واحد او هيك تمام. هلا المقارنه مع كسر بحاجه لمجموعات تعريف ومسائل اخرى كثيره، وبجوز يعني نقدر نقارن مباشره وبجوز ما نقدر، حسب اذا المساله حسب التابع اللي انت عم تتعاملي معه، لكن رح نحاول نحط بعض الامثله بالمقارنه. نرجع لفكره المتتالي كنهايه كدراسه اضطراد. استاذ شحاري، فكره دراسه اضطراد متتالي على التعريف ماذا؟ عندي ثلاث حالات، اول شيء ناخذ يو ان زائد واحد ناقص يو ان، او اي بشوف شو الاكبر من الصفر او اصغر من الصفر. عندي الحاله الثانيه يو ان زائد واحد على يو ان وبقارنها بالواحد، والحاله الثالثه باخذ حسب المشتق ممكن احكي فيه تمام. هلا فينا ناخذ الحالات بشكل مباشر. انا الطريقه الاساسيه هي ما ياتي، انا اذا كان يو ان زائد واحد اكبر من يو ان فالمتتالي متزايدة تماما، يو ان زائد واحد اصغر من يو ان فالمتتالي متناقصة تماما. بطريقة مكافئة اخذنا ما ياتي انه يو ان زائد واحد ناقص يو ان بنقارنها مع الصفر، فاذا كانت اكبر تماما من الصفر المتتالي متزايد تماما، اذا اصغر من الصفر المتتالي متناقصة تماما، اكبر او يساوي الصفر متزايدة. أصغر يساوي الصفر متناقصة، وإذا طلعت يساوي الصفر فهي تتالي ثابتة. إذن هاي الطريقة الأساسية. على فكرة هلق فينا كنا باستخدام طرائق الحصر ومقارنة بالمتراجحات أنه نثبت أنه مثلا يو أن زائد واحد أكبر أو يساوي يو أن. إذا قدرنا على هذا المسألة، وخصوصا في بعض المسائل تعتمد على فكرة أنه التابع متزايد تماما ومنقارن أنه أف اليو أن بيطلع يو أن زائد واحد، ومنستخدم هذه الطريقة. في طريقة ثانية اللي حكى عنها الأستاذ شحاذي هي يو ان زائد واحد على يو مقارنة النسبة بالواحد، إذا مقارنة مع الواحد، لكن في شرط هام جدا 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 قبل استخدامها،
ما هو الشرط الآتي؟ أن جميع حدود المتتالية موجبي تماماً. إذا لا أقارن يوان زائد واحد على يوان إلا إذا كنت متأكد من أن جميع حدود المتتالية موجبي تماماً. ساعتها إذا كانت أكبر من الواحد فالمتتالية متزايدة تماماً، أصغر من الواحد متناقصة تماماً، أكبر أو يساوي متزايدة، أصغر أو يساوي الواحد متناقصة. وإذا كانت يساوي واحد فهي ثابتة. أما الطريقة الثالثة يمكن يحكى عنها الأستاذ، دراسة اضطراد تابع مشتق حسب اشتقاق. طبعا لا يشترط أن تكون متتالية صريحة. إذا المتتالي يو أن تكتب بدلالة أن، دلالة دليل المتتالي، وبالتالي راح يقبل اكتبها بأنه يو أن هي نفسها أف الأن في تابع آخر، ونسعى بالتابع الآخر أف أن أف إكس إلى الزائد لا نهاية. فرضا أن نهاية اف اكس طلعت 3 فرضا، فنهاية يو ان تساوي 3. من شرط انه اف الان هو نفس يو ان، هذا الشرط الاساسي تمام، وتكون يو ان بدلالة ان. هذا ممكن توظيف البرهان بالتدريج استاذنا؟ ممكن. هلا هي طريقة، يعني هي ذكرت للطرق، وهي في طريقة رابعة البرهان بالتدريج. اذا في عندي طريقة خاصة المتتاليات التدريجية، المتتاليات التدريجية واستخدام تابع متزايد تماما اللي حكينا عنها. في عنا اتصال. الو 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 تفضل. بس استاذ عندي بالتمرينات ومسائل. تفضل. تمرين واحد سؤال 6. تمرين واحد الرقم 6 صفحة، بس اي صفحة؟ صفحة 67. 67 تمرين واحد رقم 6. اي رقم 6. يسلم تكرم، شكرا لك. إذن فينا نكفي بس الخط اللي كنا عم نرسمه. إذا رسمنا قطع، ثلاث قطع مستقيم، عفوا قطعتين مستقيمتين ونقطة. القطعة المستقيمة الأولى تبدأ بالصفر صفر وتنتهي بالنقطة مستمر أو غير مستمر، تنتهي بالنقطة واحد صفر صفر، عفوا واحد واحد. الخط الثاني أو الجزء الثاني يبدأ بالنقطة صفر واحد وينتهي بالنقطة اثنين واحد وغير داخلي فيه. اما النقطة الأخيرة اللي هي النقطة 2 0، هذا كخط. نعم. يعني هل هذا الخط، هل هذا التابع مستمر؟ إذا بناء على خط اللي رسمناه. إذا نحن من النظر إلى الرسم البياني نجد أن هذا التابع، خلينا ننزل شوي بس الرسمي مشان يشوفوا لنا إياها. أيوه نزلها. نعم. لم يرسم كقطعة واحدة على المجال من الصفر إلى 2. نعم. إذا نحن مباشرة من الرسم يمكن استنتاج أن هذا التابع غير مستمر على المجال من الصفر إلى 2، وذلك بسبب أنه لم يرسم كقطعة واحدة. وإذا أردنا برهان لذلك تحليليا فنلاحظ أن نهاية التابع عند الواحد بقيم أقل تساوي الواحد، وهي لا تساوي صورة F عند الواحد. إذن فهذا التابع غير مستمر عند الواحد، ولذلك فهو غير مستمر على المجال من الصفر لاثنين. إذا أخذنا فكرة الاستمرار عند عدد، تعريف الاستمرار عند عدد، نهايته من اليسار عند الواحد طلعت معنا تساوي واحد، نهايته من اليمين عند الواحد تساوي الصفر. فلذلك التابع غير مستمر، غير مستمر عند الواحد، من اليمين تساوي من اليسار. لن نناقش قيمة التابع عند الواحد لأنه يكفي أنه اختلال شرط من شروط الاستمرار حتى أقول إذا نهاية من اليسار لا تساوي النهاية من اليمين عند الواحد، فالتابع غير مستمر عند الواحد، وبالتالي أف ليس مستمرا على المجال من صفر لاثنين. في هنا اتصال من ليليان. ليليان بنتي مساء الخير. يسعد مساك. هلا يا ليليان، تفضلي. استاذ بدي اعزبك لما بدنا نناقش عدد جذور المعادله تبع اف اكس تساوي لامدا او اف اكس تساوي صفر. نعم. ف نحن اي مجال بناخذ؟ المجال تبع اف اللي تحت ولا بناخذ المحل مع اكس وقتنا نعمل الجدول؟ مبرهنة القيمة الوسطى، بدنا ناخذ فكرة معينة مبرهنة القيمة الوسطى. هلا بدنا نناقش انه اف اكس يساوي لامدا. فينا ناخذها كفكره استاذ شحادي. اذا اول شيء نرجع على اف اكس يساوي لامدا، نشوف اول شيء نقسم المجال نحن فوق حسب اكس، مقسم عنا المجال طبعا نحن يمكن مجال مجالين ثلاثه وحده، نشوف التابع تبعنا متزايد. نعم. على عندي مجال اي انا اي بي، خلينا نقول مجال مغلق اي بي، مجموع التعريق صوره اف اذا كان متزايد تماما ستكون الصوره هذا المجال اف اي اف بي تمام بالترتيب نحن عم نحكي لانه متزايد تماما الان. فاذا كانت لمدة تنتمي لاف اي اف بي فحتما نحكم انه وجود قيمه اكس تنتمي لاي بي بحيث صورتها هي لمدة.
تمام. هلا فينا نكتب هذه الفكره؟ نعم. اذا انا عند تابع معرف مباشره عندك، اذا اف معرف على مجال مغلق اي من اي ل بي، تابع معرف على من اي ل بي. تمام. هلا اذا اول شيء مجموعه التعريف اللي هي عاده بالجدول باول حقيقة. تمام. ثانيا اف المجال من A إلى B، إذا اعتبرنا أنه تابع متزايد تماما، مقصود أن F A F B متزايد تماما، إذا صورة المجال هذا F A هي أيضا مجال F A F B. تمام. أين نجد F I F A F B على الجدول؟ نجده في الحقل التالي، السطر الثالث. اذا سطر الحقل الاخير او السطر الثالث، طبعا ناخذ مجالات من الحقل الاول وصورتها في الحقل الثالث. نعم. الخطوه الثالثه لمدة تنتمي الى اف اي اف بي، اذا لمدة تنتمي الى اف اي اف بي المجال، او بقولوا محصوره بين اف اي واف بي. تمام. ساعات عندها طبعا المعادله الاحوال يشترط الاستمرار بالبدايه، طبعا الاستمرار والاضطراد. نعم. ونحن مضطرد، نحن نعم. شرط انه متزايد، حكينا اول شيء. نعم. اذا التابع مستمر ومتزايد تماما على اي هذا شرط اساسي. والثانيا انه صورته تساوي اف اي اف بي، وثالثا انه لمدة تنتمي لهذا المجال، فنحكم على وجود قيمه اكس صفر اذا يوجد للمعادله FX صفر بحيث تنتمي لأ AB. نعم. بحيث يكون FX صفر يساوي لمدة. نعم. طبعا. إذن وX صفر تنتمي إلى آي. هذه مبرهنة القيمة الوسطى. نعم. هذه مبرهنتها. هلا من الجدول يفضل ما يأتي أنه طالبنا ينتبه على الأسهم، أنه الأعداد الموجودة هل اللي بمحصور بيناتهم العدد اللي عم يطلبه، مثلا الصفر هل موجود بين على بين السهمين؟ اذا وجد فاكيد راح يلاقي انه اذا كان التابع مستمر ومتزايد تماما او مستمر ومتناقص تماما ان للمعادله حل وحيد في هذا المجال. لاحظوا مساله ثانيه، انه في عندي مساله تتعلق بمعادله اف اكس يساوي الصفر، انه اف اي واف بي بده يكونوا من اشارتين مختلفتين. لتسهيل العمل فقط انه نحسب اف اي تطلع مثلا موجبي، اف بي سالبي، فاكيد راح يكون المعادلة اف اكس يساوي صفر حلا بين اي وبي بشرط. شو شروطنا الأساسية؟ التابع مستمر، اما متزايد تماما او متناقص تماما. نعم. والصفر اكيد تأكد بوجوده بسبب بين اف اي واف بي، اذا تأكد وجوده بسبب انه من اشارتين مختلفتين. هذه بشكل عام. نرجع لاحد التمريناتنا اللي انطلبت منها، طبعا هون وضحنا فكرة كيفية التعبير عن جزء الصحيح تابع جزء الصحيح في التمرين رقم 30. فينا ننتقل لمسألة بصفحة 3 بصفحة 42 6 يعني طالبتها رقم 6 كوساين اكس زائد 1 على اكس. هي بس اي صفحة كان؟ هذا من الأسئلة رقم 1 بصفحة 67 اي سادسا اي كوساين اكس زائد 1 على اكس. تمام. فينا ناخذه بس نكتب استاذ هيثم. نعم. تصاين. تمام. نكتب كتابة اف اكس يساوي. نعم. كوساين اكس زائد واحد على اكس. زائد واحد على اكس. على اكس. طبعا معرف على ار نجمين. نعم. المطلوب دراسة نهاية. نعم نعم. عند اطراف مجموعة التعريف طالبين هون. طبعا عندنا عند زائد لنهاية وزائد ناقص لنهاية. تمام. نناقش فيها. فينا في عندنا اتصال كمان من هديل. بنت هدين. الله يعافيك، يا اهلا وسهلا. بس عندي كم سؤال بالرياضيات الاول. كم سؤال اعطينا هات. ما في له نهايه، اذا ما له نهايه. هلا بس التدريب صفحه 18 28. صفحة 18 ولا صفحة 28. احنا طالبين منا انه اوجد A و C، نحن وجدناهم دلالة كيو، فرح تطلع معي اعداد كبيرة. فهالشيء انه ممكن طبيعي المتتالي، ما هيك؟ ايه بالمتتالية. تمام. رح تطلع معي كثير اعداد كبيرة لما بدي اوجدها بدلالة كيو. تمام. وكمان بالسؤال 16 بأسئلة الوحدة طلب الثاني انه هي يو ان بأي صفحة هذا السؤال؟ 16 أي صفحة؟ صفحة بأسئلة الوحدة الأولى. تمام، الوحدة الأولى عرفته.
تبعية التابع بدون يو ان متناقصة بقى انا هي ما عرفت حلها انه هل هي متناقصة ولا لا تمام هلأ بنحاول اذا قدرنا نحله بس كمان تفضلي 442 4 تدرب 42 انه بدون يعمل نحصلهم بمجال بين 3.95 و4.5 تمام هذا التدريب رقم 4 تمام هلا نحن بنحاول نحل رقم 3 نحن حاطين ضمن خطتنا نحله لانه هو الاكثر ورودا والاكثر استخداما هذا التمرين يمكن الوحيد المذكور رقم 4 بصفحه 42 فبنحاول نحل نحن اذا رقم 3 في عندك مانع بهذا الشكل بس هلا بالنهايات نعم لما بيكون عندنا انه بالمقام عدد على زائد لنهايه او عدد على صفر نحن لما بنكتب فورا بنكتب الجواب انه حسب القاعده تمام ولا لا بكتب انه 2 على زائد لنهايه او 2 على طيب. صفر انا القاعده بالعمل ان تكتب نتيجه مباشره يعني في كثير من الطلاب بيكتب 1 على صفر موجب مثلا تساوي زائد لنهايه هذا غالبا مدرسنا بيكتبها ضمن الصف كتوضيح للشرح اما الحقيقه انه انت مجرد ما ظهر مثلا معك ان البسط 1 والمقام مثلا صفر موجب فالنتيجه هي زائد لنهايه فورا تكتب النتيجه دون ايضاح لماذا كتب لا اذا كتبت ما بيروح علامات لا لا ما بيروح علامات اكيد لانه هذا ما كان قد اوضح لك في الشرح داخل الصف تمام اما هي القاعده ان لا تكتب ابدا ويفضل شرحها بشكل جانبي افضل منه مباشره على التمرين وكمان نفس الفكره انه واحد على النهاية اعتاد طلابنا ومدرسين كتابتها هذا فقط لتوضيح ان البسط بالمقارنه مع المقام هو صغير جدا وبالتالي الناتج قريب جدا من الصفر ولا يحاسب الطالب بكل الاحوال ولا يطمئن الطالب نحن هذول دائما طلابنا في عندهم قلق من هي المواضيع اذا كتبت واذا كتبت نحن في سلم تصحيح ما موجود في تخطيئهم بهي الامور طبعا يعني حتى ياخذ راحته ويبدا يكتب بشكل منطقي ورياضي وصحيح بصور ما في اشكاليه طبعا كنا حابين مثلا نشتغل مثل التمرين رقم 38 بصفحه 76 لكن هذا التمرين في كثير من الطلبات فينا ننتقل فقط للتمرين اللي كوساين اكس زائد 1 على الزائد والناقص لا نهايه فينا بس نكتبه وناخذ نهايته وعندنا عند الصفر نعم اذا الاف معرف على ار مع عدد الصفر يعني بامكاني يكتب من ناقص لا نهايه الى الصفر ومن الصفر الى زائد لا نهايه تمام سنحسب النهايه عند الصفر اولا نهايه اف اكس عندما اكس تسعى الى الصفر بقيم اقل لدينا كوساين الصفر هي واحد زائد هنا الطالب التي سألت بإمكاني فورا اكتب ناقص لا نهاية لأن نهاية هذا اللي هو واحد على x تساوي ناقص لا نهاية تمام إذن وتكون ناقص لا نهاية نفس الطريقة وبنفس الأسلوب نعم من أجل الوقت عند الصفر الموجب هي زائد لا نهاية أما عند اللانهاي إذا الحساب عند اللانهاي أعتقد أن الطالب يسأل من أجل هذا نعم حاول يطبق مبرهنة الإحاطة بتصور وما مشي حاله معه وهذا ليس إذا يعني إذا ما مشي حال الإحاطة معناتها ما له نهاية أو له نهاية لا بكون هي الأسلوب غير وارد إذا هون رح نفرض نهاية للتابع إذا نفرض ال نهاية F عند اللانهاية عندئذ يمكن أن أكتب نهاية fx عند الزائد لانهاية تساوي نهاية كوساين x زائد 1 على x إذا أنا افترضت مسبقا أن نهايته L وهنا نهاية كوساين x وهنا زائد صفر لأن نهاية الواحد على إكس هي صفر وهنا نجد أن نهاية كوساين إكس عندما إكس تسعى للزائد لا نهاية يساوي إل وهذا تناقض لأننا نعلم أنه ليس لتابع كوساين أو ساين الدوري نعم نهاية عند الزائد لا نهاية إذن ليس للتابع نهاية عند اللا نهاية نرفع الورقة شوي بس تمام
بعد بعد الاستاذ خلت تبين. هلا في عندنا كمان كان فينا ناخذها من من حيث التعريف، بما ان ساين اكس او كوساين اكس ليس له نهايه عند الزائد لانها ناقصه نهايه، وبالتالي التابع ليس له لانه نهايه الاول صفر. صفر. صح، عند الزائد صفر زائد عدد مباشره. نعم. نهايه لا يوجد التابع كوساين اكس عند الزائد لنهاية نهاية مناقشة هي كانت. تمام. إذا هنا افترض وجود، وبالتالي إنه صنع تناقض طبعا طريقة جيدة. في عنا اتصال من علاء. تمام. في عنا اتصال من علاء، ابن علاء. علاء بعدك على الخط. ألو علاء. ألو تفضل يا علاء. ألو ألو تفضل حبيبي علاء. انا في عندي انا سؤالين. يلا بتمرينات الوشه الثانيه. سؤال 29. الو ايه تفضل. ايه معك معك سؤال 29. سؤال 29 29 عرفته وغيره صفحه 73. ايه والسؤال الثاني شو سؤالك الثاني؟ والسؤال 8 صفحه 67. سؤال 8 الصفحة 67. صفحة 68. 68 جاهز. تمام. تمام. شكرا. 8 هاد. ايه. قصدك ثامنا بسؤال أول؟ لا صفحة 68. هو قال 67. 68 خلينا ناخذ ثمانية ثامنة. ما في طبعا. ما في ثمانية. بس أعطيني السؤال بأي صفحة؟ لا عفوا 8 صفحة 69. 69 ايه ايه خلص هيك صار ضبطت. تمام. هيك ايه ما ممكن. عرفته 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 اياه. فينا فقط نناقش الحالة اللي حكينا عنها مسبقا. تمام شكرا كثير. شكرا لك يا علاء ويعطيك الف عافية حبيبي. تمرين اوجد نهاية تابع اف اكس عند زادنا ثم اوجد عددا حقيقيا يحقق الشرط بصفحة 42. حاولنا طلب منا الرابع لكن راح نحاول نحل رقم 3 42. حكينا فيه نحن ما هو التابع اف اكس يساوي كان ناقص 2 اكس. ايه فينا ناخذ مباشره عن طريق الكمبيوتر استاذي. اف اكس يساوي ناقص 2 اكس زائد 1 على اكس زائد 3. اوجد عددا حقيقيا اي يحقق الشرط اذا كان اكس اكبر من كي من اي كان اف اكس في المجال من ناقص 2.5 الى ناقص 1.95. طبعا التمرينات الاكثر شهره في بهذا الموضوع، والسنه الماضيه كان في عندنا تمرين بالامتحان شبيه فيه نهائي شبيه فيه وكان مسقط على التابع اللوغاريتمي، فبالتالي احد الاشياء الهامه جدا في هذا المجال. تفضل. اذا اولا نهايه التابع اف اكس عندما اكس تسعى الى الزائد لا نهائي يساوي ناقص 2 لانه تابع كسري بسطه ومقامه كثيري حدود. نعم. اذا هي ايجاد النهايه. الان يطلب اوجد اي بحيث اذا كانت اكس اكبر من اي فان اف اكس ينتمي الى المجال من ناقص 2.05 الى ناقص 1.95. يعني مركزه ناقص 2 ونصف قطره 5. نعم اذا هذا يمكن ان اكتب اف اكس ناقص المركز اللي هو ناقص 2. نعم هذا اصغر من ابسيلون طبعا التعريف 5%. نعم التعريف هو اف اكس ناقص ال اصغر من ابسيلون. ابسيلون هو نصف قطر المجال. نصف قطر المجال وهو 5%. اذا اف اكس زائد 2 اصغر من 5 على 100 بامكاني اقلبها هيك بشكل كسري. اف اكس اللي هي ناقص 2 اكس زائد 1 على اكس زائد 3 زائد 2 بعد توحيد المقامات القيمة المطلقة بتطلع 7 على x زائد 3. 7 على x زائد 3 اصغر من 5% بالقيمة. نعم. المطلقة طبعا. نعم ولان x تسعى الى الزائد لا نهائي اكبر من صفر. نعم فان x زائد 3 موجب ويمكن كتابة 7 على x زائد 3 اكبر من 1 على 20. بامكاني استنتج ان x زائد 3 على 7
أكبر ولا ننسى أبنائي بقلب جهة المتراجحة وهي 20، إذن إكس زائد 3 أكبر من 140. بس ملاحظة مسبقا، بس أنه 7 على إكس ناقص 3 أكبر تماما من الصفر. إكس زائد 3 بس اكتبها أكبر من الصفر، لأنه نحن افترضنا أنه إكس أكبر إنه موجبي. نعم. إذا أكبر من الصفر لذلك ما حكينا هذا قيمة مطلقة. قيمة مطلقة. نعم. تمام. إذن رفعنا الورقة شوي سادة. أيوة. بعد ارفع ارفع ارفع. أيوة. تمام هيك. إذن x زائد 3 أكبر من 140، وذلك يعني أن x أكبر من 137. إذن بدءا من هذه القيمة أو أي قيمة أكبر منها. نعم. بدءا منها 137. إيه. نعم. إذن إيه هي 137. أو 100 و200 أو أكبر منها. أو يعني. أو أكبر منها. نعم. تمام. في عنا اتصال من تنسيم. ألو. يلا. يلا. تفضل. ألو. نحكي على 29. ألو. ألو تفضلي. تسنيم استاذ مو تنسيم. تسنيم؟ تأهلي فيك تسنيم. بس هلا بدي اسألك بصفحة 33 في ليش التابع ساين ما عنده نهاية عند الزائد لا نهاية من ناقص لا نهاية؟ ايه هذا يمكن في ندوة سابقة شرحتنا هذه الفكرة. فرض انه فينا عندنا فرض فوز ال ايه فهلا بشرحه برجع بعيد شرحه. نعم يمكن انت تجمع ايه انه كيفية التجمع. وفي عندك شي سؤال ثانية؟ لا سلامتك تكرم عيونك. طبعا في ندوة سابقة شرحنا الفكرة انه اذا اخذنا مجال مسافته اقل من الواحد. نعم. فرضنا وجود نهاية فلن تتجمع. يوجد عدد غير منتهي من النقاط خارج هذا المجال، وبالتالي لا يوجد أي مجال يضم جميع عناصر. نعم. التابع بدءا من حد معين. هي موضحة في تكريسا للفهم صفحة 33. تمام. نأخذه بس مباشرة من الكتاب، نأخذه بس كشكل ونشرحه. تمام. استاذ فينا نشرح استاذ هيثم، فينا نشرحه نشرحه لهلا. اذا هي نفس المبدا اللي اشتغلنا فيه من شويه التمرين، عم اللي نفترض على سبيل الجدل او المثال ان هذه النهايه موجوده ولمزنا لها ال، ولان الساين اكس محصور بين ناقص واحد والواحد ايا كانت اكس من ار، اذا فلا بد ان تنتمي هذه النهايه الى هذا المجال. حتى تكون موجوده النهايه لازم أن تتجمع في هذا المجال. أخذ مجال مفتوح جي مركزه L ونصف قطره واحد على ثلاثة مثلا، أصغر من واحد. نعم. وكان طول المجال يساوي 2 على ثلاثة أصغر من 2، طبعا 2 هو قطر المجال، هو خلينا نقول مسافة بين المستقر الفعلي للتابع. نعم. على أيوة صورة التابع على المجال على الواي. إذن هذا المجال حتما لن يحتوي على العددين واحد وناقص واحد في آن معا. نعم. يعني إما أنه يحتوي الواحد ولا يحتوي الناقص واحد أو بالعكس. فلو افترضنا أنه لا يحتوي الناقص واحد كانت قيم ساين إكس كلها تتجمع، التي من الشكل 2 بي كي ناقص بي على 2 تتجمع خارج المجال جي الذي افترضناه. إذن لا يوجد حد A يجعل ساين إكس يقع في هذا المجال، وهذا يناقض افتراض أن يجب أن تتجمع كل النقاط ضمن المجال. ضمن المجال. تمام. وعليه فأن تابع الساين ليس له نهاية عند الزائد لا نهاية، وكل تابع دوري غير ثابت يعني الساين والكوساين كمان ليس له نهاية. الفكرة فيها كمان أنه كل مجال من هذا الشكل المركز وآل يوجد عدد A بحيث أنه بدءا من A جميع عدد كبير جميع عناصر التابع تقع داخله داخل هذا المجال. نعم. فعلق لا يوجد ابدا على الاطلاق هذا الفكره، ودائما في عندي نقاط تقع خارجه ايا كانت A كبيره جدا، وبالتالي لن يستطيع ايجاد نهايه الساين. اذا لا يوجد له. نعم. ساين، وكذلك الكوساين لا يوجد له نهايه. نعم. بدال الطريقه. نعم. فينا ناخذ بس التمرين رقم 8 بالصفحه 69 على الكمبيوتر كمان. نتأمل التابع F. نتأمل التابع F المعرف على R بالعلاقة ساين 3 X على X
ادرس نهايه اف عند الصفر 869 إيه؟ 8 كثير حدود تبع الكثير الحدود. طيب فينا ناخذ هذا اولا ساين 3 اكس وتغيير متحول، اما هلا بنرجع ناخذه. في عندنا نحن كان تبع الاستمرار كمان طرح وزملاء تمرين 69 29 هلا هو مو 69 70 اللي كان اللي طالبه هو. ايه فينا ناخذه مباشرة اي 29 لا لا 8 خلينا قبل ما ناخذ 29 خذ عندك كثير حدود كثير حدود ماني نعم ماني 69. اذا من المعلوم ان كثير حدود ب من الدرجة ان يكتب بالشكل نعم يكتب بالشكل اي ان اكس ان زائد الى اي صفر. طبعا المطلوب من السؤال اثبت انه اذا كان ان فرد خلي ننزل ورقه شوي استاذي مشان تبين. ايوه تمام. في من المعلوم انه كثير حدود ب في من الدرجه ان يكتب بالصيغه اي ان ب اكس اس ان زائد اي ان ناقص 1 ب اكس اس ان ناقص 1 زائد 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 الى اي صفر، حيث اي ان لا يساوي الصفر. نهدف الى اثبات انه اذا كان ان عددا فرديا قبل ب جذرا حقيقيا على الاقل. نعم. وفي هناك كمان كان حاطين طريقة للحل نحو الحل. نعم استاذ. ايه. عندك تمام. فينا اذا هل له جذرا حقيقيا على الاقل؟ نعم اذا كانت ان عدد فردي هذا التابع معرف ومستمر على ار. نعم. اذا وكونه مستمر فيمكن تحقيق مبرهنة القيمة الوسطى بانه يوجد عدد حل المعادلة اف اكس يساوي كي. هلا المطلوب حل المعادلة اف اكس يساوي الصفر. نعم. اذا بدنا نتحقق انه من اشارتين مختلفتين على المجال ار. نعم. رح نوجد نهاية بي اكس عندما اكس تسعى الى الزائد لانهاية. طبعا وكون ان فردي ان فردي نعم فهي زائد لانهاية. اذا افترضنا ان اي ان امثال الاكس اكبر من الصفر اكبر من الصفر رح نقدر نناقش الخيارين. فالخيار الاول انه اذا كانت نعم اي ان اكبر من الصفر نعم ان هذا اكبر من الصفر فالنهاية زائد لانهاية وعند الناقص لانهاية ناقص لانهاية نعم وعند الناقص لانهاية ناقص لانهاية ناقص لانهاية والتابع مستمر الزاما نعم وهو مستمر نعم. اذا يوجد حل واحد على الأقل وليس حل وحيد لأننا لم نعمل على الاضطراد. فينا في عندنا مسألة مهمة هون طلابنا، ما دام نهايته عند زائد لا نهاية زائد لا نهاية فيوجد عدد من مجموعة التعريف بحيث اف الاكس يساوي أكبر من الصفر. نعم. خلينا نقول يوجد عدد بي بحيث اف البي أكبر من الصفر ويوجد عدد اي بحيث اف الاي اصغر من الصفر. لذلك تحققنا شروط المباهنه كاملتها. اولا جداء اف اي باف بي اصغر من الصفر، التابع مستمر وعلى المجال من اي الى بي لانه مستمر على المجال من ناقص نهايه الى الزائد لانهايه، وبالتالي المعادله اف اكس يساوي الصفر حل على الاقل في المجال من اي الى بي. طبعا هي طريقتها الاساسيه في البرهان. نحن في نهايه الندوه نشكر اولا ضيوف الندوه الاستاذ شحاده الرشي شكرا لك على مشاركتنا الندوي. استاذ هيثم خلال شكرا لك على مشاركتنا في هذا الندوي. ونشكر لطلابنا الاعزاء اسئلتهم ونتمنى ان نكون قد افدنا في بعض تساؤلاتكم. لكم الشكر ولتربوي الشكر الاكبر.